السلام عليكم خوتي، جبت لكم اليوم موقع. هو موقع يعني ما ليس جديد، ولكن عندي مدة نخدم عليه. موقع قديم، عنده 10 سنين هكذاك ولا أكثر. موقع هذا لربح العملات الرقمية والـ NFT. أولا كي تدخل الموقع هذا تسجل هنايا الاسم تاعك، الايميل، باسورد، يعطي باسورد، وثم تضغط على الكاباتشا هذه وتضغط على الاجري، ثم الكاباتشا، ثم تسجل. هذا أول شيء. عندما تدخل الموقع يأتيك بهذه الواجهة. عند الموقع هذا في ألعاب، اللعبات هذه تقدر تربح منها، وخاصة هذه ننصحكم بهذه اللعبة، تربح منها عملة وان فلار. هي موجودة على كوين ماركت كاب، وتستطيع سحبها وبيعها نورمال عادي. راح على كوين ماركت كاب، هذه العملة، هذه هي. اجمع منها قد ما تستطيع، لان العملة هذه قديمة، ولكن كاين ناس ما يعطوش اهمية. في يوم من الايام تولي هذه العملة متوفرة على منصات تداول. هي تقدر تبيعها، يعني السعر تاعها موجود، يعني مباشرة تدخل على ميتا ماسك او تريسوالات تلقى السعر تاع العملة هذه. مثلا نروحوا لهنا، نسخوا الرابط هذا، العقد، راح نضيفوها على تريسوالات. نضغط لهنايا، ندير سيرش هكذا، نختار البوليغون هكذا لان تبع بوليغون. بعد ذلك نضغط سوف جارد هكذا. كما تشاهدوا العملة هذه رايس عندها السعر تاعها، ليست يعني عملة اكتتاب ولا عملة وهمية ولا عملة اي دروب. هذا اول شيء. روحوا كيف تارك الميتا ماسك، لقاها متواجدة ايضا في الميتا ماسك متواجدة. كيفاش تضيف على الميتا ماسك؟ الطريقة سهلة. تذهب اولا تضغط هنا، تختار بوليغون كما تشاهدوا، ثم تضغط في الاسفل هنا هكذا اجيتين جوتون، ثم تذهب الى هنا تضع العقد، ثم هنا تكتب بان فقط هكذا وتظهر لك عملة، وفي الأسفل دير امبورت. أنا راني ضفتها، ما راني ضايفة على كما تشاهدوا. هذه هي السعر تاعها كما تشاهدوا، عندها السعر تاعها. نرجع للموقع تاعنا نكمل الشرح. راه لهنا هذا هو التطبيق تاعها اللي تقدر تربح منه. يعني يوميا تسحب من الموقع، وعندك تلك ايضا اللعبة كما تلاحظوا لهنايا. طريقة سهلة للعب على هذا التطبيق. كما تشاهدوا هنا عندي ان جام، هذا الجامات يزيد القوة يعني باش تلعب. مثلا تضغط لهنا هكذا، طريقة سهلة. هكذا خوتي، المهم عندها تطبيق، ليس تطبيق واحد بل تطبيقات. عندها الاول هذا، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. هادو قاع العاب تقدر تفتحهم منا وتستاليهم منا ديريكت مباشرة على تطبيق على جوجل بلاي. وتأكد باللي انك فتحت تطبيق من الموقع باش يسجل لك الحضور تاعك عن طريق التطبيق. مثلا باش نوريكم طريقة سهلة، ضغطنا مثلا لهنايا، تفتح التطبيق من هنايا، ديرو انستالي. هذا التطبيق يعني تاع الموقع. عندك NFT كما تشاهدوا، كما هذا
ممكن تطبيقات بزاف تربح العملة هذه. روحوا لهنايا نوريكم طريقة السحب، ولكن باش تسحب العملة ما كاش غير هي العملة، كاين عملة وان فلار هذه العملة تاع الموقع، وكاين عملة زاد كاش، وكاين عملة أخرى. يعني موقع كل مرة يدير عملة جديدة، ودير المحفظة تاعك، المحفظة تاعك هذيك وديرها أوتوماتيكيا باش يرسلك العملة بدون تدخل منك على فوسات باي أو أي منصة تريد. أي منصة روحوا لهنايا، كان حاجة خاوتي مثلا دخلت أنا هنايا نوريكم من الأول، رانا دخلنا الموقع باش نسحبوا العملة تاعنا. كاين عملة مثلا هذه، اسمحوا لي، العملة هذه العملة الزاد كاش وحده اوتوماتيكيا هو يرسل لك العملة الى المحفظة، الماتيك يرسل لك اوتوماتيكيا العملة الى المحفظة. عندك هذه يدي لك ستيكينج يعني تجميد العملة، ولا تحب كل ما تربح عن طريق التطبيق او عن طريق الموقع تقوم بالسحب. ولكن عندما تقوم بالسحب على هذه العملة وان فلار هذه لازم تكون مؤكد مصادقة ثنائية. سوف اشرح لكم طريقة كيفاش ديروا تأكيد المصادقة الثنائية على الموقع بطريقة سهلة. عندكم هنا ديروا هنا لون المحفظة، حبيت تغير لون المحفظة ولا ما عجبتكش ولا ما على باليش، انا دير دليت من دلت من هنا وتعاود دير المحفظة تاعك وتضغط هنا. نروحوا مثلا وان فلار هذه اللي حكيتكم عليها، نضغط عليها هنا هكذا. هذه فقط برك تطلب باش دير السحب، تطلب منك المصادقة الثنائية. تضغط هنا على هذه، ثم دير ماكس هنا، ثم دير ديجيست. انا ما قدرش نسحب لاني يطلب مني مصادقة ثنائية. دوك نديرو مصادقة ثنائية وباش تشاهدوا كيفاش. تضغط عليها باش نعاود نوريكم هذيك، تضغط هنا يعطيك الاكونت تاعك، تحب تعاود رقم هاتف ولا تعاود كلمة سر من هنا، تحب تسبريمي الكونت هنا مصادقة ثنائية، تضغط عليها هنا. كما تشاهدوا خاوتي المصادقة الثنائية هذا هنا، هذا الكود وهذا المسح الضوئي. نحن ننسخ الكود هذا ونروح المصادقة الثنائية ونقوم ب ربطه. تبعوا معايا، راح المصادقة الثنائية تضغطوا هنا، تضع اسم الحساب بفلار وهنا الكود وتضغط هنا فقط. كما تشاهدوا اضفنا هذيك، اضفنا الكود المصادقة الثنائية بطريقة سهلة. كما قلت لكم تضغط هنا قبل ما تدخل هنا، تروح للتطبيق هاوليك، هذا هو التطبيق، تضغط عليه هكذا، تذهب الى علامة الزائد في الاسفل هنا، ثم احنا راح نديرو كود نختارو هذه الجهة والمسح الضوئي عن طريق هذه. وهنا تضع اسم وهنا الكود وهنا تضغط اجوتي كما تشاهدوا ضفناه. الان نروحو نديرو السحب، الان راح نديرو مصادقة ثنائية هنا، يطلب منا ارسال فيريفي، نرسلو نأتو الكود عن طريق الايميل، وهنا الكود تاع المصادقة الثنائية. نضغطو لهنايا سند كود، نروح الايميل تاعنا،
ناخذ الكود من هنايا نديرو نسخ هكذا، نروحو للتطبيق مباشرة نضعو هو هكذا ونديرو فيريفي. درنا الآن نروحو نسحبو العملة تاعنا، نروح لهنا مباشرة ندير ماكس هكذا، ثم ندير ديجست هكذا، ثم نضغط هنا يس ويدراو هكذا. نسيت هنايا نديرو ماكسيموم هكذا، وهنا يطلب منا المصادقة الثنائية، نخرجو نروحو للتطبيق نستناو يخلص الوقت، باش لأنك لو تنسخ الآن كما تشاهدو سوف ينتهي العداد مباشرة. حنا ننسخوه كما هكذا هكذا، ونروحو نديرو الكود تاعنا هذا ونديرو سوديزيست هكذا، نروح لهنايا نديرو ويدراو كما تشاهدوا لهنايا قمنا بالعملية. لكن هنايا خلال 24 ساعة سوف يتم وصول العملة إن شاء الله. هي المهم في هذا التطبيق لازم تدير مصادقة ثنائية كما شرحت لكم لكي تستطيع سحب العملة تاعك. وهنا عندنا كما قلنا عندنا ايضا الماتيك، تختار المحفظة اللي تحب تسحب عليها، نضغط على ماتيك هكذا، تضغط عليها هكذا كما تشاهدوا. تحب دير والات تاع الموقع اللي يطلبها الموقع، تحب دير الماتيك اللي تحبها انت، العنوان اللي تحبو نتايا هكذا، نضغط هكذا تمت بنجاح. هتشاهدو لهنا شحال عطاني ماتيك. ومتنساوش بلي هنايا كي حكينا في الاول هنايا هذه راك تربح منها بزاف، هذه يعني يوميا تربح يعني ما شاء الله العملة ما تاني يضربوها في كل خطرة يجيك البونص، والبونص هذا تشوفي هذا يضربوه في ثلاثة كما تشاهدوا. هذا موقع رهيب جدا وقديم وكما نقولوا صادق 100%، ما هو زعما موقع سكام ولا موقع نصاب ولا يغلق، يعني قد تكون عنده 10 سنوات الموقع هذا ويخدم. وكان تروح الفيديو الاول اللي درتو هنايا قديم بزاف، درت عليه فيديو صافي عنده وقيلا واحد 5 سنين، لا ماشي 5 سنين، ما عنده بزاف ملي درت الفيديو. المهم هذا موقع رهيب، الاحاله تاعكم باش تعطونا برابط الاحاله تاعك.